هو قال لي كسبتها صافي لكم وعلم الخيل ديالك ساقت له يلا نمشيو عندها اسلام. وانا الهدف هو غير ما نتجاوز اننا نوقعوا في شي مشدات. باختصار شديد التلميذ يعني يتابع دراسته بالثانيه علوم فيزيائيه واحد وما عمره دخل عندي بتاتا الى درجه حتى الفرد ما عندوش الفرد ديالو مره نهائيا. قبل الواقع بثلاث يعني اسابيع جان عندي وتلميذ في صفه ناعمه ومهذب خلوق وقال لي استاذ انا من فضلك غادي ندخل من القسم. قلت له واش فعلا كتدخل انت عندك تقرا عندي في القسم؟ قال لي انا كنقرا في هذا القسم. وكيف في كنت ما هي الاسباب ما هي العوامل اللي خلاتك انك تغيب على مجموعه القسم وتواكب يعني الحصص الدراسيه يعني التلميذ يعني اسبوع ونصف حتى نهار الخميس 20 دو جنبير 2018 عجة ميجا في هذه الحالة هذه قسم كامل عندي راه ما دخلش القسم عمره ما دخل القسم. بمعنى حتى التلاميذ اللي سولتيهم تقول لهم بأن هذا التلميذ واش دخل يقول لك راه ما دخلش ما شافوش لأن احنا كنا في الباب القسم دخلوهما في القاعة سبعة. وبالتالي قال لي هذه الحالة قال لي رانا جيت ودابا مش ندخل. قلت له بأي صفة باش تدخل؟ قال لي انا ندخل عنوه واش انا عندي اعفاء في الرياضه؟ قلت له هذاك الشغل ديالك راه. قلت له شوف اما تمشي في حالتك واما عندك نكتب لك تقرير. قال لي شوف كتب ما اكثر من تقرير. وقلت له يلا مشوا عند حارس الاعلام. ها ولنا في الدروس هادشي في الفتره ديال يعني الفتره الصباحيه وصادفت الفتره ديال الاستراحه لا اقل ولا اكثر. مي هبطوا عند حارس الاعلام يعني وضعته في الصوره. قلت له السي سعيد ها ما فيها يعني سعيد بغى يحتوي لهادي صافي. انا قلت له انا عندي مجموعه القسم في القسم هادي رجع عنده انا رجع هذا واستفزني بكلام. قال لي عادي نطويك وقال لي اكثر من ذلك. قلت له اسمع سي سعيد وداخل مكتب حارس العام هو حاضر هذيك ساعتك قلت له سينا هادي صافي ضربني بخاتم كانت عنده ديك الخاتم اللي هي سبيسيال كتكون فيها عنده شي شناقب ولا كذا وكذا والدليل ها هي واش هادي الضربات ديال ستيلو نتوما حكموا بنفسكم انتوما كتشوفوا هاد ثلاثه الغرزات ستيلو عاملك ثلاثه الغرزات بمعنى ان الواقع راه واضحه والناس الذين يحللون وعندهم يعني معطيات وعندهم الكثير من الاليات راه كيوصلوا للحقيقه. ديك استاذ خصو يحترم التلاميذ ديالو حيت كيسفه في التلاميذ وما خصوش يعامل التلاميذ ديالو بديك الطريقه. ومهم كيجيني انا ماشي معروف السمعه السيئه عنده باغول معروف تلميذ جاي يطلع عن القسم يطلع عن القسم يقرا الاستاذ ما خلاش يدخل الاستاذ تعاقد معاه بالعاك الهضره ما خلاش قال له ما تهودوا عند الحراسه العامه من لاون عند الحراسه العامه الاستاذ التلميذ واقف الاستاذ بقى كيسف فيه كيجبد له باباه ويماه والولد ما شاء الله مات له باباه العام اللي فات وجبد عليه بالطرش صافي ديك الساعه استاذ حارس العام فرقهم باغولي هذيك الاستاذ باغولي يطلع عن القسم يطلع عن القسم خرج التلاميذ كاملين عاود بشان الطوموبيل والولد كان طالع موراش بروا التلاميذ ورجعوا عند الحارس العام الولد بدون شعور ضربوا بستيلو فهمتيني الولد اصلا الولد معروف قرا معايا السابعه والثامنه معروف كيس ما كيتكلم ما كيهضر ما كيادي حتى واحد سكوتي ما عمره ما جبد بهذا العيب مع شي واحد فهمتي اساسي معروف حتى هو معروف على الاساسي انا المهم كنقول للولد ما عمل والو المهم يفهموا المشاعر ديالو باباش الله مات ماشي بزاف صيفيه يفهموا يتفاهموا معاه والاستاذ يقول بعدا يعاونوه بلا ما يبقى يعمل داك التنازل ولا يعمل شي حاجه حيت اصلا الفلطه ديالو اصلا ولا مشاو حتى الاستاذ خش يمشي فيها حيت الاستاذ ماد يدو والعنف ضد التلميذ. التلميذ دخل عادي القسم المهم دخل عادي جلس فلطة الاستاذ اول مره الاولانيه يعني فلطة الاستاذ دخل جلس جا قال له شي هضره ماشي في مستوى والعيل انفعل يعني جبد له باباه والعيل ما عجبوش الحال وصافي ناد ضرب الاستاذ يعني ديك الكلام اللي قال له ساقط وانا عاجي مع الولد على حسب فاطر الاستاذ. يعني بمعنى اخر يعني ولو شوف دابا تقريبا 12 سنه ولا 11 سنه عندي في الثانوي ديال بالخطيب لم يسبق ان كتبت تقريرا واحدا بالتلميذ. هذا مؤشر قوي ان عمري ما عندي علاقه متوتره لا مع التلاميذ ولا كذا مستحيل. يعرف عنك يعني في داخل الفصل الدراسي كما قلت لك يعني كتستعمل الفاظ الصوره ديالك؟ لا ابدا انا رجل تربيه ورجل خلوق مع ذاتي انا خصني نكون نموذج وراه معروف ماشي دابا غير هنا ولا هاديه ولا مع في الوسط التلاميذ ولكن ملي كتوقع هذه الاحداث هذه واش كنتظرني جهات معينه تدافع عليا؟ انا الاسره الصغيره تم ترويعها. تصور ابني عنده سبع سنين ونص قريب يعني 8 شهور مي يعني يرجع للمدرسه ديالو
والمؤسسه ديالو ما يشافني في هذه الوضعيه هذه مسكين يعني سكنه رهاب ومشى مباشره للكوزينه عند ماما وكيقول لها ماما خصني نتعلم الكاراتي نتعلم الكاراتي بمعنى اقصى ما باغي يرد الاعتبار لباباه الى اخره. هذا الطفل ما لم يتعدى سنه 8 سنوات. كتقول لي الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي يمه مريضه صحيح نحن نقدر ذلك وانا يعني ونتعاطف معه قلبا وقلبا ونحن اناس عندنا احساس، حنا ماشي يعني معادله صارمه يعني او لغه ارقام، راه حنا كاين البعد الانساني واكثر من ذلك. استاذ الفلسفه راه يعني عنده مسحه وعنده رؤيه يصدر منها من العلوم الانسانيه، كيقرا علم النفس في تخصصاته والكثير من الجوانب، علم الاجتماع، الاوضاع الاجتماعيه، اوضاع نفسيه، اوضاع جماليه، الى عده او عفوا يعني عده يعني تخصصات اللي كتخلي الانسان كنتعاملوا معاه ماشي كرقم صارم. راه انسان له ذات، له اسئله، له شروط اجتماعيه، له انتماءات كثيره اللي ممكن تشفع له نتعاملوا معه كانسان من حيث هو انسان. انا كنقري كانت، كانت راه انسان كيتعامل مع الاخر في غياب كل الاعتبارات الاخرى، لا الاجتماعيه ولا السياسيه ولا الدينيه ولا الاثنيه ولا العرقيه ولا عده مستويات. اذا بمعنى من هده الدرس الفلسفي النظري والفكري والفلسفي والاجتماعي بهذا الشكل عادي تصدر منه السلوكات هذه. هذا هو اللي كاين لا اقل ولا اكثر.